والله هذا الذي سمعته يعني يدمر القلوب، قلوب المؤمنة، ويقطع الأكباد. يعني أتوا إلى خيرة فضلاء وعلماء ليبيا، الشيخ عمر مولود، هذا رجل من أعلام ليبيا، عالم جليل، وشهرته ليس فقط على مستوى الزاوية وإنما على مستوى ليبيا. وحق هؤلاء الذين كتبوا في هذا الكلام الفاسد السيء، وأنه ممن يدمر ليبيا ويقتل ويسفك الدماء ويدعو إلى كذا ويدعو إلى كذا، هذا الكلام الظالم الآثم. سبحانك، هذا بهتان عظيم. الشيخ عمر هو أشهر من أن نعرف به، ورئيس رابط علماء ليبيا، والأجيال التي تخرجت على يديه من الزاوية الغربية ومن غيرها في بنغازي وفي طرابلس كلهم يشهدون له. وحق هؤلاء الذين كتبوا في هذا الكلام الفاسد هو وزملاؤه، حق من يجلس بين يديه ويتعلم منه أصول الفقه، ويتعلم منه الفقه، ويتعلم منه العلم العربية، فإنهم لو فعلوا ذلك لربما انتفعوا به. ولكن هذا الكلام أراه هو بداية للمسلسل الذي بدأ في بنغازي، إن يشوهون العلماء ويشنون بهم. والكلام الذي ذكروه فيه وفي زملائه هذا في الواقع هو جريمة وتحريض على قتله، كانوا يحرضون الناس على قتله، يقولون هذا رجل سفاح وسفاك وسافك دماء وظالم ومدمر لليبيا وكلام من هذا القبيل. يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروا. هؤلاء الشباب الذين كتبوا هذا الكلام ربما بعضهم مغرر به، يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه. فهذا سبحانك، هذا إفك عظيم، وهذا ظلم كبير لهذا الرجل العالم ولزملائه. والله تبارك وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا من كلام الزور، هذا من كلام الزور الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قالوا: فصار يذكرها ويكررها حتى قلنا: ليته سكت من هول هذا البلاء، وهو كلام الزور وشهادة الزور. الشيخ عمر يعني رجل معروف بفضله وعلمه، بل هو رجل مجاهد، رجل يعني جربناه وخبرناه يقول كلمة الحق مهما كان، لا يبالي فيها ولا يخاف فيها لومة لائم. وهو عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الإفتاء، ورئيس رابط علماء ليبيا. فالرجل يعني ينبغي أن يقدر قدره ويحترم، وأبعد ما يكون عن هذا الكلام أنه يريد الدماء وسفك الدماء، بل هو سعى للمصالحة العامة في ليبيا مع كل مدن ليبيا. نعم. كان على كبر سنه يركب الطائرة ويذهب إلى الكفرة ويذهب إلى إجدابة ويذهب إلى مناطق الجنوب من أجل أن يصلح بين الناس. نعم. هؤلاء عليهم إثم عظيم وظلم كبير، ويجب عليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا الظلم، وإلا الله سيأخذهم أخذ عزيز المقتدر. لأنهم مهما اغتروا بقوتهم ومهما اغتروا بدعم الأجنبي لهم، نعم، وبدعمهم من الداخل، فإن الظلم عاقبته وخيمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، سيأخذهم أخذا أليما شديدا.